تدعم قطاع الشباب والرياضة ببلدية تملوس ولاية سكيكدا في الذكرى الوطنية ليوم الشهيد 18 فبراير بالاستلام الرسمي لملعب البلدية محمد غربي بوضع العشبة الاصطناعية من الجيل الخامس بعد سنوات من معاناة الأندية الرياضية المحلية، هذا وبحضور السلطات المحلية الأمنية والعسكرية وكذا الجمعيات الرياضية، والذي من شأنه سيمكن كل الأندية الرياضية باستقبال منافسيها في عقر الديار في أحسن الظروف. تغطية أحمد علي العور. فبمناسبة تدشين الملعب البلدي لبلدية التملوست، حيث تعتبر هذه المنشأة مكسب لشبيبة التملوست بما فيها المحيط الحضري والقرى والمداشر، لعل يكون هذا المكسب مكسب عظيم والمطلوب من الشبيبة أي مستعملي هذه الأرضية الرياضية الحفاظ ثم الحفاظ عليها، كما أنا مسرور بكون هذا الملعب يدخل في برنامج الاحتفال بذكرى يوم الشهيد المصادف ل 18 فبراير لكل عام، ولا يسعني إلا أن أقول لشبيبة رياضية تملوس بما فيها كل المنتخبات الرياضية هنيئا لكم بهذا المكسب. بمناسبة تدشين الملعب البلدي الجديد بالمقابلة الاستعراضية بين فريق قدماء شباب تملوس، الشكر الموصول للسيد رئيس دائرة تملوس على المجهودات الجبارة اللي كان وراءها منذ البداية حتى نهاية واستلام المشروع، كما لا نفوت أن نشكر السلطات البلدية القادمة وعلى رأس السيد رئيس المستشعب البلدي القديم السي بوزطوطة عبد الوهاب والمجلس الجديد اللي بادر لمدة شهرين في تكملة المهام وتسليم. إذن عانيتم كثيرا في هذا الملعب البلدي وأخيرا تنفس السعادة. طبعا كما قلت معاناة كبيرة مدتها قريب 20 سنة وإحنا في الملعب الترابي في الغرقة كما يقولوا، لكن اليوم تنفسنا السعادة، فرحة لا توصف. طبعا نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذا الإنجاز، المجلس الشعبي البلدي القديم وعلى راسهم سي وهاب بوزطوطة مشكور جدا جدا، هو اللي كان له المبادرة رغم العراقيل والمعاناة، لكن جسد الملعب في أمر الواقع، نشكره بزاف بزاف. أيضا نشكر المجلس الشعبي البلدي، طبعا الملعب كان من إنجاز قلنا البلدية وعلى راسهم رئيس البلدية وهاب بوزطوطة، والتجهيز كان من الميزانية تاع البلدية، الملعب راهو مخدوم من الميزانية تاع البلدية. نزيد نشكر قلت لك المجلس البلدي الجديد على سمو وهاب بودلاعة رئيس الدائرة سلطة المحامية كاملة، نشكر كل من ساهم قلنا من قريب وبعيد في إنجاز المكسب الرياضي المهم في تملوس، ومرحبا بالناس الكل.